السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناتكم منوعات رحالة. معكم أخوكم سامح أبو يحيى. الفيديو ده إن شاء الله جمعنا أكبر بولتي خدناه، وهنتكلم في آخر الفيديو بمشيئة الله عن أماكن ومواعيد البولتي الكبير اللي ظهر معانا في سنة 2023، عشان كلنا نستفيد إن شاء الله في سنة 2024. سلام سنة 2023 بخيرها وشهرها، أهلا وسهلا 24، الله يجعله موسم خير على الجميع يا رب يا كريم. اللهم انصر فلسطين، اللهم انصر فلسطين، اللهم انصر فلسطين. تنسوش يا جماعة لو حابين تدعمونا، مش عايزين منكم أكتر من لايك، ولو شاف فيديو حلو شيره عشان حبايبك يتفرج معنا. تحياتي لكم. هو ده السمك، هو ده، هو ده يا جدعان السمك. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. لا بقاي قطع، بقاي قطع. اوكي هات السمك. ايوه هو ده السمك يا كان هيفتت على تك. يلا على تك، على ابو ابو خشم حاجه يديله. هو ده السمك. هو حزنها عملتوش غطش عسل دي، حزنها. هو هو ده، هو ده السمك. خش خش على الجيب. ما شاء الله. لما يكون بقى واحد يا محمد ايه مزنوق في سمك ومش معوش ده شوك ولا معاه حاجه يعمل ايه دي؟ المشكله مساكه وينزل ايه ولا ايه؟ زعل ولا زعل نفسه. هي جايه من بقه ما شاء الله، بيطلع بيها حقش ما شاء الله. ايش تعليق يا حمد؟ اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، الله أكبر، الله أكبر، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أظن الحتة دي كيلو والله أعلم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الله أكبر، الله أكبر. بص يا جماعة ما شاء الله، طبعا التصوير مش مساعدني أنت فاهمين، ها ما شاء الله. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، ما شاء الله ما شاء الله. سمك النبرية اللي مية مية. ما شاء الله شباب ما شاء الله.
اصعب الحاجات اللي هتقابلك في صيد المزارع ان يبقى السمك بالهبل في الضوء وما بياكلش. دي بقى لنا انا بقالي ساعه كل ضربه نضيع فيها سمكه وسمكه كبيره. لسه ضرب الحلو ده اهو وطلع ملطوش. عشان بس يا جماعه ايه، انا عايز ناكد لكم ان صيد المزارع والله ما هو سهل. تنسوش بقى تعملوا لنا لايك. اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه يا جماعه اللي عايز يدعم الفيديو مش عايزين منه اكتر من لايك بس. يا جماعه فايده 23 والخبرات اللي احنا خدناها في 23 والخبرات اللي احنا خدناها قبل كده، احنا ان شاء الله الناس اللي هي مستمره طبعا في الصيد، في ناس عندها استطاعه ان هي تلم العده بتاعتها وتصبر لحد الموسم التقيل ما يدق، موسم البولت التقيل اللي هو شهر 4 شهر 5. الناس اللي هي مش عايزه تصبر في شهر مثلا ايه، يعني احنا دلوقتي اهوت النهارده اخر يوم في 2023، ان شاء الله الناس ديت المفروض اللي هي ايه معاها شهر واحد واثنين تشتغل على الريمه، تبدا تركز على الاماكن الرمليه في 3 و4. في الفتره ديت في سمك هيخش بكميات وهيقطع تاني لحد مثلا 4 و5، في اماكن السمك هيدق فيها واماكن لا. يعني مثلا ميه الخيول دي ميه شتويه، احنا نعرف ان هي ميه شتويه. النبريه سمعت ان هي بشرت الايام ديت، طبعا عندك كفر الشيخ ممكن نصطادهم في الاوقات ديت، يعني من دلوقتي لحد شهر 4. نبدا بقى نرجع تاني للميات الكبيره من شهر 8 و9، ارجع برده مره تانيه للخيول والتنميه والكلام دوت من ايه، من اخر 9. صرف المزارع يا جماعه طول ما الدنيا محرره، يعني اي اسبوع الدنيا تلاقيها حر فيه كل صرف المزارع بيشتغل في وسط البرد. يعني لو جالنا مثلا كده صدفه، طبعا في تغيرات الجو الايام دي الدنيا حررت اسبوع او اسبوعين، ممكن نركز على اي صرف مزارع. ده يا جماعه الخبره دي اللي انا كسبتها بمشيئه الله في 2023 وربنا يوفق الجميع. موسم جديد طبعا بيظهر في الايام اللي احنا فيها ديت اللي هو في رشيد، موسم البوري وموسم القاروص دوت هيفضل شغال معاك لحد ما يسلمك لموسم البولت الجديد. التصعيد برضو ايامه جايه، الايام دي ايام دنيسه يا جماعه. ودي كده نهايه الفيديو، كل عام وانتم بخير، وان شاء الله الموسم الجديد يكون خير وسعاده عليكم. برجاء يا جماعه اللي عايز يدعم الفيديو مش عايزين منه اكتر من لايك بس.